عشرتنا هي أول خط دفاع في جسمنا، لهيك لازم نحافظ على نضارتها لتعكس روح شبابنا بين 5 خطوات. النوم بالمكياج وعدم تنظيف البشرة بيغلق المسامات وبجمع البكتيريا والزيوت اللي بتسبب الحبوب. التدخين بقلص الأوعية الدموية وبالتالي بيمنع وصول الأكسجين اللي بيخلي البشرة باهتة. الأكل الصحي والفيتامينات والماء بحافظوا على حيوية البشرة وبيعطي إشراقة ومرونة. مع التقدم بالعمر بيزداد أهمية التقشير لإزالة طبقة الجلد الميت وإنعاش طبقة جديدة مرطبة. أشعة الشمس هي المسبب الرئيسي للحروق والتجاعيد والبقع، لهيك يجب استخدام كريم واقي من الشمس طول السنة.